محمد وياسمين كابل حقيقي مشرف حقيقي مفرح لما يكونوا متجوزين وفاشن ديزاينرز وناجحين وشاطرين وحابين بعض. فمحمد كان لازم يبقى معايا النهارده في الاستوديو مع ياسمين. اوكي انتوا نورتونا. نورت نسيت. انتوا عندكم براند اسمه موجة. موجة صح كده؟ كلموني بقى عن البراند بتاعكم. كانت فكرة مين فيكم؟ مين انتوا الاثنين؟ مين اليد العليا ومين الضعيف الغلبان في الموضوع؟ ولا انتوا في شراكة مقسمينها 50% 50%؟ كلمني كده بقى ايه اللي بيحصل؟ هي لا هي احنا الاثنين اشتغلنا مع بعض. هو اللي حصل ان انا بدرس في الجامعة وياسمين كانت ستودنت عندي. اوكي طالبة عندك. يب. اوكي. وبس وتقابلنا وحبينا بعض واتجوزنا ولما اتجوزنا فتحنا البراند. يعني انتوا اتجوزتوا اخترتوا بعض كانسان وانسانه الاول وبعدين بعد كده حصل موضوع الشغل ده بعد البراند. اوكي طيب ازاي حضرتوا للبراند او ازاي قلتوا ان احنا هنعمل براند ده؟ يعني مين بيرسم مين بيقص؟ احنا الاثنين فاشن ديزاينرز وجولري ديزاينر. كان كل واحد فينا بيشتغل لوحده الاول يعني. أوكي. حتى اول ما اتجوزنا برضو كان كل واحد بيشتغل لوحده. وبعدين قررتوا تضموا تكبروا المشروع وتخلوه كبير. واللي حصل العكس يعني. انا كنت بشتغل جولري وياسمين هي اللي كانت بتشتغل فاشن. اوكي بعدين غيرنا دلوقتي انا اللي ماسك الفاشن وياسمين هي اللي ماسكه الجولري. لا مش معقول بجد. طيب كلمني الاول او كلموني عن احنا هنتكلم عن الاثنين عن الفاشن وعن الجولري. أوكي. ايه اللي انتوا بتقدموه؟ بصوا احنا يعني انا شايف ان موجة بتتميز او شغلنا بيتميز ببيسز. هتبقى وان بيس جدا. فيها كاتس كتير. قطعه واحده يب. يعني احنا عندنا مينلي اللاين بالظبط. محدش تاني هيلبسه خالص. لا هي بتطلع لان هي بيبقى فيها ديتيلز كتير قوي. لا ويونيك جدا يعني فيها وارتستيك قوي بالظبط. يعني احنا عندنا سيبك تتكلم بقى يا ابو احمد خالص والله انا بصي ما تدخلنيش في الحته دي خالص. احنا يمكن عشان الباك جراوند بتاعتنا كانت دراسه فنيه قوي يعني احنا دارسين فاشن مش اخدينها كهوايه. درسينها فين؟ عشان كل الناس في حاجه اسمها اكاديميه الفن والتصميم وبعد كده رحنا مكان اسمه الاف دي سي. اوكي طيب والخطوه اللي بعديها عملت ايه؟ بس فانا بقول لك كنت انا شغال في الجولري وهي شغاله في الفاشن فقررنا ان احنا ناخد كورسز بالعكس. انا اخد كورس في الفاشن وهي تاخد كورس في الجولري. ليه عملتوا كده؟ ما كل واحد كان في حتته. عشان كنا قررنا اياميها نشتغل فكنا محتاجين كل واحد يعرف حته التاني كويس. وكمان احنا اوريدي في الدراسه بتاعتنا واخدين الاثنين يعني. احنا في الدراسه درسنا جولري ودرسنا فاشن بس كان كل واحد في حته فيها متميز اكتر. يعني انتوا الاثنين دلوقتي اللي قاعدين قدامي دارسين فاشن ودارسين جولري صح كده؟ طيب نرجع تاني للي انتوا بتقدموه. اوكي انت بتقدم لي قطعه واحده انا هلبسها اللي جنبي مستحيل تكون لابساها. تتميز بايه القطعه دي؟ ديتيلز كتير قوي يعني. انا الكات لاينز عندنا كتير قوي. في حاجات كتير عندنا هاند بينتد مرسومه بالايد فهي لا يمكن تطلع تاني. انا اللي برسمها. اوكي ساعات بيخش حاجات جولري فيها ف ياسمين بتعمل برضه البيسز. يعني في توب بيبقى معمول بالجولري. ساعات بيبقى في بيسز فيها جولري بالظبط. في كاستمر بروفايل يعني بعرف بقعد معاكي اقعد اقول لك انت شخصيتك عامله ازاي انت بتخرجي فين انت بتحبي ايه الالوان اللي انتوا بتلعبوا فيها. لو بتتكلمي في كولكشنز ولا بتتكلمي في كلاينت؟ كولكشن. كولكشن يبقى انت بتشوفي الترندز اللي نازله. اللي هي ايه بقى؟ الترندز بتاعت 2017. لو بنتكلم ترندز 2017 احنا عندنا الجرين كله بدرجاته نازل يعني بقوه جدا. هو اخضر في 2017 الاخضر بدرجاته. اوكي والجراي قوي جدا. درجات من درجات الاورنج معينه. ايوه ايه ده انا اول مره اسمعها دي. اورنج اورنج اللي هو رايح اللي هو رايح على المحمر اكتر في صيف 2017. الاورنج. اوكي وطبعا الاسود اكيد موجود طبعا بقوه. طيب الجولد والسيلفر كانوا موجودين لسه. كانوا شتاء بس هما كانوا في الاساس شتاء بس هيكملوا لحد اخر. الجرين كان في الشتاء ومكمل. يعني هنلاقي في الصيف حاجات جولد وسيلفر. يب. طيب انتوا دلوقتي بتعملوا كولكشن
ولا بتحدد كل واحد بشخصيته؟ احنا عندنا الاثنين، يعني بنعمل كولكشن بتاعنا والكاستمر ممكن ما يكونش عايز يلبس من الكولكشن، عايز يلبس حاجه يونيك جدا ما اتعملتش اصلا قبل كده خالص، ولا نزلت في كولكشن ولا اتعملت في اي مكان. طب انا عجبني حاجه من الكولكشن بتاعك، بس جيت قلت لي ايه، بس انا كنت عايزه اعمل من هنا كاش. ايوه ممكن بتظبطها. اوكي بس على حسب، لو انا شايف انها هتنفع. يعني اصل ممكن يا طبعا مادام شخصيتك قويه ممكن عشان اولا عشان مصلحه الكلاينت، وانا ممكن ابقى شايف ان اللي انت بتقوليه ده مش نافع عليكي، او مش هيطلع شكله حلو، ويعني لو انت في الاخر انت جاي لي عشان اقول لك احسن حاجه ليك ايه. طب انا مش عايزه لبس وعايزه اكسسوارز، بتعملوا كده؟ ايوه. يعني انا مش عايزه اجي البس من عندكم، لكن انا عندي موديلات معينه من الاكسسوارات عايزه انفذها عندكم، بتعملها لي؟ نعمل كده. ولا لا عشان انت تسرع هو ما يعني انا هنفذ هكوبي ديزاين ولا هديزاين ليكي حاجه؟ ده سؤال حلو. يعني طيب انت هتشتغل مذيع جايبالي ديزاين وبتقولي نفذه لي؟ جايبالك ديزاين وبقول لك نفذه لي. مش عم يعني انا بحب اكتر ان انا حتى لو جايبالي حاجه عايزاني اعمل لك زيها ما بعملهاش زيها بالظبط، بغير فيها شويه عشان يعني اكيد اللي عملها هو، يعني انا بحط نفسي مكان اللي بيعمل الحاجات دي بتضايق له. يعني انا لو شفت الديزاين بتاعي معمول له كوبي واحد تاني عامله اللي هو هيتحرق دمي، فانا ما بحبش. في موديلات مثلا بره مصر صور بتتحط على الانستغرام، انا يمكن ما يكونش عندي امكانيه الماديه ان انا اجيبها، او يمكن ما يكونش عندي امكانيه ان انا اسافر اشتريها، او ما اعرفش اصلا اجيبها منين. فهل ده ينفع انت تنفذه لي؟ انا النهارده شفت صوره على الانستغرام موجودة في إيطاليا، حلو خلاص، ولا أنا عارفة المكان، ولو عارفة المكان معيش فلوس إن أنا أسافر وأروح عشان أشتريها. أوكي. هل أنت ينفع تنفذها؟ هحاول أعتبرها ريفرنس وأشتغل عليها بالظبط، هحاول أقنع. مش هطلعها لا. هي أنا ممكن أطلعها زي ما هي، مش هي دي المشكلة، بس أنا هحاول أقنعك الأول إن أنا طب أوكي دي الحاجة اللي عاجباكي، هعمل لك ديزاين جديد بنفس الروح بنفس كل حاجة وشوفي رأيك إيه. أنت بتعمل فساتين أفراح؟ بتعملوا فساتين افراح وكاجوال وير اللي هو اللبس العادي واكسسوارز، صح كده؟ في حاجه كمان. طيب وايه كمان؟ نعمل باتس وير. ده بقى مش معقول. ايوه ازاي بتعمل باتس وير؟ نعمل باتس وير، هاتي مقاس رقبه الكلب كلب، يعني لو عندي كلب. ايوه لو انا بناخد مقاساته ونعمل سكتش الديزاين وبنعمل فساتين افراح وبدل افراح وكل حاجه. يعني لا معلش احنا هنقف هنا. انت بتقولي ياسمين، ياسمين هي المسكره، فانت ممكن تتكلمي مع ياسمين. يعني لو في ست عندها كلب، ايوه بتعملي نفس الكلب؟ ايوه فعلا والوان وحركات كل حاجه، برسم له سكتش، بعمل ديزاين. بتقعدي ياسمين ترسمي سكتش للكلب؟ ايوه. طب لا بقى انا مش روح ده ولا مش روح؟ روح. طب يا جماعه يعني معلش فقره دي بكام؟ ايه ده؟ لبس الكلب؟ لا والله رخيص، والله مش غالي. كام رينج؟ لان هو بيندرج. انا اصحابي عندهم كلاب، رينج كام؟ تحت عندنا يعني هو زي تي شيرت تحت ال 500 يعني ولا؟ لا تحت ال 500 بكتير. بكتير. انت بتتكلمي مثلا في ممكن اقول سعره ده 200 300 جنيه لبس الكلب. وعندك بقى لبس الكلب شتوي ولبس الكلب ولبس كلاب صيفي؟ الصيفي ما بيشتغلش يعني قوي، هو السيزون بتاعهم فعليا في الشتاء اكتر. نرجع بقى تاني لموجو. هل بعد ما بتلبسيني بتقولي لي بقى ايه لو الفستان ده عملتي شعرك؟ ايوه. بقول لك ممكن الستايل اللي يمشي معايا الهير والميك اب وكل حاجه. يعني انت بتعملي جايدنج، بتقولي هلبسك الفستان الاسود وتجيبيه شعرك كله على جنب بالزبط، ونحط الروج الاحمر عشان مش عارفه ايه اللي يبان، وممكن نلبس هنا حاجه بالظبط. بتعملي كده فور فري ولا بيبقى اكسترا تشارج؟ لا فور فري عشان انا بحب اللوك بتاعتي تطلع كامله. يعني انت بتعملي ستايلنج، يعني انت بتاخدي اجر القطعه اللي انتوا بتبيعوها، لكن الستايلنج بتعملوه مجانا. ايوه بعمله فور فري، وهي عايزه تاخد بيه اوكي، هي مش عايزه خلاص اتس اوكي. طيب عايزه اخد رايكم في حاجه. يعني ممكن يبقى في ستات بيتفرجوا علينا ما اتفرجوش علينا في الحلقات اللي فاتت. انا سمعت ان الموضه اللي جايه في الصيف هي الفساتين الطويله. مظبوط الكلام ده؟ ده مظبوط، وأوريدي كان من الصيف اللي فات.
في دريسز طويل. اوكي. ومقفوله من هنا اهو. مقفوله هنا ونازله على واسع يعني على شويه. هي دي هتبقى الموضه في الصيف. دي احد الحاجات اللي دي حاجه من الحاجات. ايه بقى؟ ايه تاني السلوات نازله؟ الحاجات اللي فيها فوليوم عامه لسه مكمله. يعني اي حاجه بتديفاين الوسط ومن فوق ماسكه او فاتت كويس وبعد كده في فوليوم كبير ستيل مكمله معانا. وسمعت ان في السالوبات والسالوبات اللي هو العادي وبتاع يتلبس تحتيه قميص ده هيبقى موضه جدا في الصيف صح كده؟ وفي الناس اللي بتصيف بقى ومش عارفه ايه السالوبات اللي هو الشورتات القصيره صح كده؟ موضه. أيوة. مظبوط. طيب هتخشوا بقى في الجزم ولا احنا هنقف عند مشكلتنا في مصر؟ والله يعني نفسنا بس مصر للاسف فيها المشكله دي ونفسنا نعملها والله. هتعملوا ده؟ لا احنا مش عارفين نعمل. انا نفسي كان نفسنا من زمان من ايام الدراسه اساسا ان انا ادرس الموضوع ده بس ما لقيتش حد يدرسه لي. مفيش دراسه جزم في مصر؟ هو مفيش. لا في بس يعني مش يعني المكان الوحيد اللي بيدرس مش زي رحت له قلت له هتعلمني يعني. طب قلت له هننفذ هتعلمني ازاي انفذ؟ قال لي لا ما عنديش تنفيذ انا اخري هديك ازاي ترسم الباترون وكده. امال مين ينفذ؟ قلت له طب ما بالظبط انا عايز اتعلم امسك بايديا واتعلم التكنيك. قال لي لا ما فيش ما عندناش حد بيدرس ده. ف وبعدين عندنا مشاكل تقريبا في النعل في مصر دايما يعني حتى اي حد في الصناعه هتلاقي النعل اللي بيركب يعني اي حد بيفصل جزمه في مصر هتلاقيه بيشتكي من ان مش مريح. طيب انتوا نورتونا النهارده. ثانك يو. وانا عايزه اقول لك على حاجه محمد ليك انت تحديدا يعني انا عامه يقال ان انا واخده صف الستات والبرنامج اسمه هي وبس. اوكي. لكن عايزه اقول لك انه شكرا ليك. انت مثال للزوج اللي اكيد في ستات كتير مبسوطة منه. اوكي. الزوج المشجع الظهر السبورت ده هي والله اللي ظهره سبورت. ومثال للراجل اللي احنا بنحاول نصدر صورته انه ياسمين مع محمد في البيت وفي الشغل كنا بندردش قبل ما نبتدي ومخلفين وما عندوش مشاكل ان مراته تبقى ناجحه وما عندوش مشاكل ان مراته تبقى شريكته في البيت وشريكته في العمل ما عندوش مشاكل ان يتقال عليها انها شاطره وما عندوش مشاكل انه اسمها يتحط جنب اسمه. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. قبل ما هنختم الفقره دي هم عاملين لنا بقى مفاجاه لاول خمسه هنختارهم من على صفحتنا صفحه هي وبس عامل لهم خصم 50% على اي حاجه هم عايزينها صح كده؟ انتوا نورتونا. مشاهداتي العزيزات استنونا فقره جديده من هي وبس.